صباح الخير والعافية على كل مشاهدي الرشيد والناس بحلقة مباشرة بالتحديد من ساحة الرصافي. أي شخص عنده مشكلة قريبة علينا متواجدين لمدة ساعة كاملة لنقل صوت المواطن إلى الجهات المعنية. الله يساعد المواطن العراقي بالله الكريم على هالحال والظرف، وإن شاء الله نقدر نلقى لهم حل. شلون الدولار عمو لعبينا لعب؟ اي والله صعد الدولار، نزل الدولار، صار هالقد الدولار، صرف دولار، قاعد العالم قاعد على القاع، قاعد هالعالم لا شغل لا عمل، نروح نركض نركض واحنا ماكو والعشا خباز. نفس الشيء مو؟ شنو هسه وضعك؟ هاي حياتي كلها قضيتها ما شفت مثل هالسنين، هاي السنتين راحت يعني كان بوقت ذاك الخير لا خير. هسه الوقت لا تعبان حيل، يعني ماكو كل خدمات ما للمواطن، كل شيء واقف، كل شيء واقف، تعبنا احنا، تعبنا من صحة نقل خدمات تعيينات مين ما تحطها مين فوضى، يعني احنا خلصنا بعد يعني كبرنا بعد احنا ننتظر الموت بعد ما ننتظر بعد صاحبين عيال صاحبين جهال، يعني ما يكونون ذولا هسه ذولا كبار. نروح للرعاية هاي 20 فاين ذاب وماكو، هاي صارت 4 سنين المن حاكي بعد غير يقول المن تحاكي شو يقولون راح بس الكبار يسجلون وماكو واحد عنده 3 محلات 4 محلات وعنده شغلات سجلي له رعايه واني لا راتب ولا هاي لا رعايه. انت هاي هالعربانه هاي اللي عندك عايش عليها؟ هي هاي العربانه عايش عليها هي. ما عندي غير الله وهي اي والله الله يساعد زين من يعطينا؟ ما حد يعطي، من يعطيك يعني؟ هاي الحكومه ما تفكر بينا، تفكر بنفسها، تفكر بال باع النفط وجا النفط تجيب المليار ود المليار. هاي يعني عمو هسه هاي شلون يعني الله يساعدك يعني عمرك هذا خفيف هسه انا ايه؟ انت لو شافني ذا شيل الثقل ماكو تقول له الله يساعدك، والله هنا تخربط ذاك هنا هاي ولد الحلال كلش شالونه تخربط، ما عندي قابليه بعد ماكو، مو مثل ما شلت شاب طبعا زين طبعا وما ماكو شيء هسه ماكو شيء يضمن لك ماكو. لا تقاعد ماكو كل شيء ماكو لا كل شيء ماكو الخدمه ما اريد واحد يعني اريد واحد قانون يحمي العامل ماكو اريد واحد يبيعني يقول لي هذا دزولي خطيه هذا ماكو يعني ما عندي حتى معين ما عندي بس بنات وبيهم واحد يقدر يسوي هيك؟ لا يموت غير كفيلك الله تطلع ناس من الكرسي مالك كرم شجاعه كرم شجاع زين هاي 12 سنه انا بالجيش ايه ما يعني ما شفت رهن راتب لا بس الحمد لله وشفت كنا عايشين هو الحصان المسكين هذا ما خلص اي والله حتى هذا قام يقص له راسه والله العظيم ايش اقول لك انا يا استاذ ياسر يلا الحمد لله وشكر على كل حال الحمد لله وشكر احنا ننتظر فرج الله الله يزيده شوف الله شو وقت يخلصنا منهم ويفتح على موجود وعلى هالعراق هذا انت تدري محافظة احسن من بغداد عاصمة بغداد طبعا نظافة وترتيبات طبعا رحت للديوانية والله العظيم زين ترتيبات حتى على الفلاج ما كلها كلها احسن من بغداد كلها احسن من بغداد الا وسخة هاي عاصمة هاي وضعية تعبانة كلها احسن من بغداد وضعية تعبانة هنا بغداد ماكو واحد يطلع عليها خلي واحد يطلع عليها يشوف نظافتها زبالتها ارصفتها ماكو واحد يطلع عليها موجودة امانة بغداد شنو شغلها العاد باكو نوم لا يبوك من نايم من حال بغداد حالي وحطه بجيبه مو بحال واحد روح شوف هسه هاي الحله رحت لها قبل يومين شنو الشوارع قاعد بجنه والله شوارعها تنظيمها مرورها يعني ليش اقول بغداد هي عاصمه وهذا حالها خربطه وش حالها خلي تسمع امانه بغداد قره عين اي قره عين خلي يروح يشوف المحافظات خلي يروح يشوف لحق على هاي وصلها لا يقصون الكرو والنوب بالسلامة صباح الخير صباح النور صباح العافية شلون صحتك؟ الله يسلمك شنو وضعك؟ أنا والله واقف الست وتع الرصيف دعمة السيارة إي إيه؟ شوف حالي والله هاي دعمك وعافك؟ لا أعطاني 12 مليون ودبيت 15 مليون بس العملية وما نجحت هاي عوجة وهاي بيها قصر وشوفت عينك شف رجلي ملتوي والله العظيم باوع يعني هسه انت محتاج عمليه ما شنو؟ بس عمليه ها؟ اريد امشي كش ما اريد بس امشي ما لا اريد راتب كش ما اريد بس اريد امشي كش ما اريد. وين التليفون مالك؟ اعطيني. يعني ندزك؟ تروح لوزاره الصحه؟ تمشون بي انتم؟ كيفكم انا اروح؟ ندزك لوزاره الصحه؟ انا ما اندل وزاره الصحه ما تندل ايه؟ ولا
اسيد اللي لك اياها الشباب، اسيد اللي لك اياها الشباب والله العظيم. حتى شلونك؟ حتى يعني حتى زوجتي عافتني ومشت والله العظيم. توفرون لي شقه وتوفرون لي عمليه كشماري. هي بعد اذا شقه وعمليه بعد شو تريد؟ الله يسلمك. ها بعد نحله. ممكن مره ما يخالف عادي. هي بس هذا لزوجك. اي والله. دير بالك يوم وصل يا معود برا عند يقصون. ما يضربوا التوك توك. هذا كل ما نبدي حلقه باو، كل ما نبدي حلقه يبدي انتشار. دار مدايرنا مرور على امان. والله حسباك حسباك يطبقون يطبقون القانون. اي والله. انا نروح نرجع نفس الطريق تشوفها نفس الهوسه. هذا اتصل لك والله على الصحه. الله يسلمك. فالله يكون بعون هالمواطن هذا. البارحه جت الماره قالت لي روح روح لهذا شو اسمه المستشفى مال الخيرات مش يسمونه. سويت إيه؟ عملية بس تقول مخبطة ما تفيدك. شلونك؟ الحمد لله. شلون وضعك؟ الحمد لله. هلا بيك. تعال ابو التوك توك تعال. تعال يمي. دا اتصل لك على الصحة. ابقى يمنا ابقى يمنا هسه لحد ما نحصلهم. الله يبارك. لا تصل على دكتور سيف. صباح الخير. صباح النور. شلونك؟ والله على الله. شلون صحتك؟ الله يسلمك. تشتغل؟ والله تكتك. الاوضاع تعبان. قولها بصوت ناصح عمي اللي يقصوا لك وصل. اي والله ماكو وصل حجز هنا انا. حجز ذي حجز. والله ياخذون السويس. قول بصوت ناصي. صباح الخير عمو. شلون صحتك؟ الله يحفظك. شلون وضعكم انتم؟ وضعنا تعبان حيل يعني هسه لا تنشد اكثر من 30 واحد هنا ابو تكتك. الله يسعدك. والله حيل تعبان. ابقوا وياي ثواني. دكتور سيف السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. دكتور سيف حلقه اليوم من ساحه الرصافي. يمي مواطن على العربانه مقعد حادث سياره مدعوم ورجلينات اثنيناتهن يعني بحاجه الى عمليه يلا يقدر يمشي، شلون نقدر نساعده؟ مثل المره السابقه. نعم نعم. فدوى قلبك. انا ممتن لك. انا اشكرك دكتور. اشكرك اشكرك. مازن تعال اكتب رقمه اسمه ورقمه ودز الدكتور سيف حتى يتواصلون وياه. ايش شلون حالكم؟ والله تعبان. شاهد الله يعني منا قطع منا قطع. تفضل عمو تفضل يمنا. ايه؟ منا هسه صار قطع جديد. هذا منتهي منا الجمهور منتهي. انتم ما كنت لا يمنا لا يسرى. لا يمنا. يعني والله ما لو ما مشتريها احسن. اي والله. ايش قد تطلع؟ والله قبل يعني قبل كنا نطلع ال 25 وال 20. اي نعم. هيك وقت اي. هسه والله يعني شوفت عينك والساعه قلت لك قبل شوي 3000 مطلع من 4 الصبح لحد الان. بثني بس بثني ب 3000 ونص. ايوه حق رسول الله. هاي من الصبح لحد شيل شيل 1000 غدا شيل 500 تشرب بيها مي. ايه. 1000 جقايرك 1000 راح توصلها للبيت. اي والله ترجع ب 1000 للبيت. اي والله العظيم. شو يبيعون ب 1000 للبيت؟ تعالوا عمي تعالوا 1000 للبيت شو يبيعون؟ ايش تقدر تاخذ لهم؟ ب 1000 طماطه طماطه حتى طماطه ب 1000 صار. اي والله ايش تاخذ لهم؟ كيلو دهن من تجيبه؟ تاخذ لهم كيلو طماطه وترجع للبيت. والله احنا نناشد رئاسه الوزراء يعني من دخله والتيك تيك احنا شباب عاطلين عن العمل. ايه واحنا من قاعدين من العمل نشوف شيء نشتغل به هسه نركض قبل نشتغل. اي ماكو شغل لو حمال تدفع عربانه مو لو عمي غلطانين احنا. لو هالتيك توك هذا لو ديليفري توصل بدراجه. يعني الله يكون بعونكم انتم والله ما ادري شلون هاي تعبان هذا الولد ونش دبس انا الله عليك مو بالاربعه بالاربعه. صباح الخير. شلونك؟ شنو شغلك انت؟ تكسر. انت زين تاكسي بس انت هم بلوه والله بالاربعة ونص قاموا ناو ويشوفوني. أيه؟ هاي من الاربعة لحد الان 3000 ونص يعني هسه انت مثل تاخذ كروة على منا على الميدان ماكو على الجمهوري ماكو منا انقطعت منا انقطعت حتى العالم ظلت ما تصعد يعني. عبالك يا اخي عبالك استغفر الله يا ربي يعني حشاكم عبالك قفص صار. اي والله العظيم قفص عبالك حتى وحق رسول الله. انا اعرف ولد هنا صار ثلاث مرة اقولها ما قلتها بالعراقي ذاك اليوم بالبغدادي وهسه بالرشيد راح تشيل. اعرف ولد كان يعني ويانا بحافظ القاضي وحق رسول الله كانت عنده تكتك من شاف الاوضاع تأزمت هيجي الولد ذاك اليوم طلع على خط احمر يبيع مخدرات واسمه مذكور هسه لا بربك وحق رسول الله باع التكتك وحياته تدمرت كلها من وراء الاوضاع مال الحكومة يعني ما ادري يحصلون الشباب لي وين تريدون توصلوهم شنو اللي ببالكم شنو الغاية؟ ايوه الشاب يتدمر هو بحيث الشاب يتدمر الله يعوفونه. وانت عمي شنو حالك؟ والله حاله تعبان الله شاهد يعني. شنو شغلك؟ اشتغل حمال هنا ماكو شغل. حمال؟ اي والله. هاش قد باليوم تطلع؟
والله هو على رزق رب العالمين، يوم نحصل يوم ما نحصل الحمد لله والشكر. شو تسوي؟ شو والله تعبان، لا عندي رعايه لا عندي كل شيء، الله شاهد صاحب طفي حالك كلش تعبان. تعال تعال خلص ولا فيها عندي انزلاق وحادث البتار صبعي وضع كلش تعبان. شو والله هدي؟ هاش قد هاي وزنها؟ وزنها سايد تقريبا تطلع 65 70 كيلو. لا بربك هاي شلون تشيلها؟ شو تسوي؟ عرض عشان اخف شيء بالسوق يعني. هاش قد يطق علي؟ على الكرتونه 100 دينار. على 100 دينار شنو على 100؟ استغفر الله. وكاله يعني هاي يعني 10 هاي وكاله يعني 10 كراتين الف؟ اي هاي وكاله مو يعني تجاري يعني هذا منه. الدرب هسه اللي شايله انت هذا 1000 دينار؟ اي هاي لا برب والله 100 دينار الكاب. عفك بالله هذا ب 1000 دينار؟ اي والله هذا الثقل كله. اي والله هذا بيفه 100 كيلو؟ لا يطلع 70 كيلو 80 كيلو هيك 65 كيلو هاي هاي وكاله. التجاره هنا يطلع على الدرب 2000، الوكاله الكرتونه 100 دينار، لان يعني تعرف الواحد الواحد مو يعني مباشر. ايش بيك يقول لك روح بطش ما اجيب غيرك. اي وكاله هاي يعني انت هاي ايش تطلع باليوم؟ اطلع هاي يعني القسمه 2000 ثلاث مرات خمس باليوم؟ اي شو تسوي بيها؟ عرزه واجيب مصرف للبيت هاي. اوك عمي شنو هلا شنو هالحال هذا؟ والله ضيم مرتاح انت؟ تعال لا تعال تعال شو؟ كسر التعاليك ليش؟ عم وينك راحه؟ ها شنو هاي تشتغل انت؟ انت محل مال ملابس. شو هم الدولار اللي عبيكم لعب؟ وانا عماله بالقوه لمية انفتحت محل ساعة صاعد الدولار صاعنا هسه ما افهمونه اي لو صعدوا لو تخبلونا تخبلونا اي والله انت حاكيهم عم انت حاكيهم تستحون انا استحي لو استحي ما اجي عليك وحاكيهم يقولهم اي والله هسه صدق والله شنو هسه صعدين خليه يجي عم خليه يجي وزير مالي يقول الشعب مرتاح يا شعب مرتاح طايح هذا الشعب عم انا راح افوت مرتاح شكو على المي على الكهرباء اي تراجيع ايه تراجيع اقول لك ابو التراجي تعال تعرف شنو التراجي هسه شنو انت هاي شنو تعالي وهاي شنو هاي تكرم العالا زين هاي شنو صعد عليك نازل سعرها لا صعد يعني هسه بيت شانن بيش تبيع الحين شانن بثلاثة ونص ايه هسه بخمسة وباربعة ونص هسه هاي عليك ايه بيش تبيعها ابيعها بخمسة يعني حتى اللي يجي يشتري يسمع خمسة يروح يعوفه اي لا شو يسوي اي والله والله العظيم يعني قبل كان يسمع ثلاثة ونص ثلاثة بيها باب جواب تترتب عمي الله يساعدكم في دوره والله الله يساعدكم الله موجود الله موجود الله موجود والله الله موجود أحسن من الكل أحسن من الكل الله يرزقكم إن شاء الله الله يحفظكم يا حبيبي صباح الخير صباح النور حبيبي الغالي شلونك شلون صحتك السلام عليكم عليكم السلام شنو الحال والله الحال الشغل تعبان والوضعية تعبانة هاي اللي شوفنا تعال هنا تعال هاي اللي شوفنا اي صدق شعب تعبان اي والله شعب انا اقول لك كاتل جوع يعني من الجرم من كاتل الشعب من كاتل جوع يعني حتى لو عند السداد يبوق احسن العالم قامت تنتحر والله قامت تبيع مخدرات هاي الكرتونه اللي حكينا عليها البالر بقي هنا حكينا عليها العربانه بقي هنا اطلع تطلع يا ابو العربانه صعده ابو البلديه يصعدها تعال عمي تعال يصعدها اذا كان صعد الربع متوسل بيته واسي شو يقول يقول لا اعطونا هذا اخذ الهواء والله العظيم صعدها شو يسوي بيها؟ واخذها صعدها يقول له حمال حمال قلت له مو سياره يقول لي لا انا حمال عمي حتى الحمال شو يسوون بيها ما اعرف شنو هاي شنو هاي؟ يلا تو واحد تعبان تعال والله العظيم يوميا 10000 دينار تطلع 15 جارك وجارنا 450 واي واي والله العظيم عربانة ما تندفع على يده كبير لك العبان والله العظيم والله ما تندفع وشكرا جزيلا الله يحفظك الله يحفظك شلونك صباح الخير صباح الخير ياسر شلونك حبيبي شلون صحتك يعني من نشوفك نتأمل الخير بالعراق مثلك ومثل الاخ ومثل كل واحد طيب شريف بالعراق الله يحفظك العراق هسه بيد اي هذه غير امينة عمي تفضل عمو هذا الحكي جاي يصير الوضع صار خمسة اشهر مسوين حكومه ولحد الان كل شيء ما مسوين خمسة اشهر باقي من شهر العاشر لحد الان صعد الدولار صعد الدولار نزل الدولار اي نزل الدولار زين ودي الدولار والشعب راجع لي ورا ليش هيك يعني شو تريدون تسوون بينا وين توصلونه انتوا وين تريدون توصلون الدوله نازله للاسفل مو للاعلى عمي كابي هسه الدولار صار 39 93 عفوا 93 ال 100 لتره كابي عاد يعني احنا هسه الناشد المسؤول ونحكي قال المسؤول وحكي المسؤول والمسؤول شو مسوي لنا؟
شو مقدم لنا هاي الشباب؟ شباب كله طبعوا عليهم والله عمي شنو محلوين. ما رجع البلد ألف قرن غير المسؤول. زين والله الكلام زين هسه هو مستباد. ما دمر هالشعب هذا غير المسؤول. مو عمي لون غلطان استاذ ياسر، هسه هو مستبادين، خليه يفيدون الشعب. هسه انت مستباد مو مسمح لكم. انطوا انطوا للعالم عمي. العراقي ترى اذا يجوع، العراقي اذا يجوع يلعب بكم طوبه. احذروا ثورة الجياع بالله العظيم. الشعب العراقي شعب واعي، شعب ذكي. طلعت انتفاضه استمرت سنه وكسر وماتوا الشهداء بيها ودمهم ما يروح ويبقى دمهم بقولوا بركبتكم انتم كلكم المسؤولين اللي قاعدين على الكراسي، وخاصه جماعه تشرين. ايه هسه اللي قاعدين ايه هسه اللي قاعدين بالمنبر حركوا في ايدو العالم، اتحركوا العالم. انت قاعد والله قوانين تخدم العالم. اسوي لجنه اسوي هاي سعد. زين 45 48 41 40 شنو عم الشعب لعبه؟ طوب الشعب بيتكم شنو انتو؟ ما جاي يقدمون اي شيء عمي. اذا زين انتو هسه صار برلمان العالم انتخبتكم ورادتكم يلا إيه؟ احنا راضين بها 32 نسبة 29 نسبة مو مشكلة ادنى هاي بكل العالم. هاي النسبة ما تأخذ بها تعادل الانتخابات مرة اخرى. صح لان الانتخابات تعتبر باشلة. الله يكون بعونكم. فاحنا احنا نريد العراق يتطور، العراق يتقدم لي قدام. كابي كابي بوك كابي نهب كابي سلب شوية شوية استحوا استحوا عيب. الكبيري الكبيري يتبع عربانه، صغير يتبع عربانه. ليش العراق فقير؟ يعني انا اغنى 95 اليوم البرميل اغنى شعب هسه بالعواجل 95 البرميل ما زين. لازم اغنى شعب بالعالم. شنو اللي عنده راتب مسيطر والله ما يدير بال ما له علاقه بهذا اللي بالشارع؟ زين ما يطلع مظاهره. شلون ما يطلع والله؟ من هو مال شو اسمه هاي المظاهرات هسه مال تشرين؟ يا طلع بس انا وانت وذاك الفقير بس الفقير والمسكين والعدراتب ما طلع. لو طالع احنا لو مسوين مثل مصر ما نغير شيء؟ لو مسوين مثل مصر كان غيرنا. كله طلع الشعب مصر ها كان هالسنة. انا 30 سنة اسوق لبتكتيك سايق التهموم وبعدني ما مستفتح وحق هاي شمس الحرة احلفك بالله بعد وحق هاي شمس الحرة ما مستفتح الحدث ما والله ما طالع أي شيء. بالستة بعدني ما مستفتح لربع دينار لا بربع بعد صاحب أربع نتاية زين وعدي شهيد ذاك اليوم أروح أقدم ها والله هذا القرار مشيول شادر أنا علما أطيت أخوه غير أطيته لكم غير هذا المسؤول وهذا شو اسمه هسه أنتم لو ما إحنا هاي الشهداء إحنا قاعدين هنا نشتغل المسؤول قاعد هنا شو اسمه ليش هو المسؤول يقعد على الكرسي لو ما الشعب انتخبه هم ولتهم وطهم ولتهم مو هسه كلمه برا مو برا يتونس وهذا واحنا ولد الخايبه اعطيناهم زين اي بالله بس شو نقول حسب الله ونعم الوكيل عليهم. هسه شلون انت اليوم ما مستفتح سولف لي تعال الى الله اليوم شنو الى الله اليوم. ابو التكتك رايد من عنده 10 انا عندي حليب قوطيه ب 20 زين قوطيه حليب اي والله ب 20 اجيبها شنو هذا القوطيه زين والله ب 20 بعد القوطيه ما الحليب صارت الحفاظات ب 5 35 بعدني كل شيء ما نطلع وهاي مسواك 5 احمل واحد رد لك 40 زين اروح اجده احسن لي والله اروح اجده احسن لي هسه المجد احسن من عندي زين يوميته 200 ويوميته 250 قرت عينكم زين هذا قرت عينكم يا حكومه العراق بس اقول حسب الله ونعم الوكيل عليهم حسب الله ونعم الوكيل عليهم ان شاء الله تطلع بيهم ان شاء الله تطلع بيهم. صباح الخير عمي تعال عمي تعال ام حمال شلونك؟ حمال ها شنو هاي البارة ذبيتها قدامك يعني عندك عربانه لو انت عندي عربانه قد يوميتك في عشان طلع لك انا رجع من الكويت وانت هنا فندق فندق يوميه تدري قد اصروف يشهد الله 15 ها ما تطلع ال 15 باوع يا انا مصروفه يوميا 15 وشلون تطلع ال 15 ما تطلع ال 15 الله موجود شو اسوي اشتغل لك ب 20 25 ضل لك 10 هسه احكي وياه من الصبح لجد بجيبك عمي قلت لي تعال يمي تعال هاي باع هذا من الصبح لحد الان بجيبك 3000 ونص وهذا التوك توك وين نروح؟ انت حمال شلون راح تطلع ال 15؟ هاي شو تسوي؟ العشر اروح اكتيل اروح اسليب والله العظيم والله ما يردون الشعب يوصل لهي المرحله يوصل ويصير بلنقش بعد والله العظيم مش يريدون هاي الشباب مو مجال تشتغل كفيلك الله ستطيع اللاقه سوداء وحط بيها عبوه ايه؟ ما حد يدري بيها وطيفة 20 ورقة وقل له روح اشمرها في السوق نعلي على صفوق قال ذا ما يسوي لأن قتلونه جوع ضيم قهر أي. أي. شاب ماكو يعني شاب هسه ويدرس وهاي هذا دول قطيع الخريجين يتعب على شهادته يجي يشتغل حاله من حالي ماجستير لو دكتوره ها الله يرضاه محمد الأنبياء عمل ما يسولف ما يقدر يمشي كلام خالد في مال لا هذا وزير الخارجية
الهجره الماليه ستظهر كالضوء بالمطار. منو قال؟ هسه هاي طلعت بالاخبار ما ادري شلون الباحث نقرا بالشارع. منعوه بعد هم من منع مصاري يعني. قدم البرلمان يطفر هاي ترس جوبه عدله راح يطفر هاي يدير لها بلف. هاي الشباب شو بك في لك العباس ابو فاضل كلها تعبانه وما اساد ذاك اليوم مش طلب 3000 وراجع للبيت. عطله التيك توك مالته انا قطعت ناري. وينه؟ هذا الولد. طيتني كرول ولا؟ شربك تعال تستحي تعال. تعال احكي هنا. جمهور مقطوع، الأمة العربية مقطوعة. عمي شنو حالكم؟ الوضع شلون؟ والله الوضع نعمة من الله زين. إيه يا الله تعال تعال تعال. كهرباكو، فلوس دا يوزعون، الحصة موجودة. كله موجود، نعمة من الله. إيه بعد ايش تردون؟ احنا ما محتاجين. كل شيء موفرة. احنا ما محتاجين شيء من الدولة والله. بس يشوفون نشرهم. هي ايش تطيح؟ لا بس يشوفون نشرهم يعني احنا ما نريد منهم شيء. عفونا احنا نعيش. احنا نعيش بس عفونا. عفونا عمي خلي نعيش. عفو العالم هذا ابو العربانة عفوه. ابو التيك توك والله العظيم. ابو التيك توك ابو الزبالة عفوه. هذا المتجاوز عفوه هاي خلصت السالفة الناس ما يدرون شيء من الدولة خليها ببالك والدليل مثلا 6 شهر ما يعطون حصة الشعب ما يحكي لأن الشعب متحزب من تيه موضوعه أساسية شلون حصة يعني أقول لك مثلا إيه يعني شلون تمن أنتم بس عفوا الشعب هذا مثلا تكرم بالعربانة والإحصان عفوه بحاله هذا زلمة بالعربانة عفوه بحاله هاي خلصت السالفة وأنتم كلتونا من هالفشفش احنا مستسلمين طبعا أيوة شلون لكن من راسك لو بس احنا نقول لهم هلا هلا بالتعليم يعني عينكم شويه على التعليم وين هو حتى التعليم ايه لان هي كلها اهليات صارت تجاره بس شو المدارس ايه من طين ومدارس واقعه ايه ومدارس تعبانه تاخذ 80 يسوونك دكتور بالفلوس تاخذ الاشياء تاع التخريج خريج شو مخلص سادس ما قدرت تكمل كليه تعال تقرب لا تطلع شكلك تعال بشرفك تعال تقرب يمي تعال انط ظهرك للكاميرا خاف ما تريد تطلع شكلك ايش وقت يا سنه تخرجت بيجي سنة خرج السادس علمي سادس علمي مش قد معدلة 65 وأسد الشغل حمال طبعا عشان ما قدرت تكمل كلية ما قدر ولا أصلا راح تفوت كلية لا إن شاء الله أنت حلمك تفوت إلى كلية طبعا حلمي شنو حلمك قانون ايه. ترى هاي أبو شرفك هذا حال ايوه. هذا الخريج هيك حاله والله العظيم سكينة وبقلبنا عبالك خليته شنو يا الحكومة حكومتك الجايفة ذاك اليوم سويت لقاء حكيت ما كله باوعته ما كله ما مطلعين شنو يخافون لا هذا مباشر لا مباشر شو تريد تحكي احكي يخافون حكومه نشال 56 ما تحس بالشعاب بس بيهم هسه الدولار يساعدوه ينزلوه بكيف وما شنو هم بكيفهم هاي ينزلون الدولار يساعدوه كلهم نشال 56 ما يحسون بحال الشعب زين انت 65 قانون يقبل حكومي لو ما طبعا يقبل. طبعا يقبل يقبل حكومي طبعا يقبل ليش ما قدمت مين الفلوس مين يجيبها؟ عمي احنا نتكفل بيها. لا عمي الله يبارك فيك. امانة الله. الله يبارك بالله الكريم انا اتكفل بجامعتك. الله فوق هاي. رحم الله وجهك. وبدون لا ينذكر اسمك ولا تتصور ولا اي شيء. جامعتك انا اتكفل بيها بس قدم. يصير تقدم على السنة الجاية لو على هاي؟ على السنة الجاية. على السنة الجاية راح تاخذ رقمي. ونتواصل انا وياك. ان شاء الله. نلقى لك شغلة وتقدم على الجامعة وعم اعتبره دين. عود رجع لي اياها اقساط. رحم الله وجهك من نصر محمد ارجع لك اياها بس يعني تقدم تفوت الكليه طبعا شيء اكيد تمام ما زين اعطي رقمي لاسي اخذ رقمي وتواصل وياي واخذ رقمه سجله يمك مازن سجل رقمه همين شلونك عمي انا بالذهب شلون عمو اقول لك هي هاي الغيره العراقيه هذا نقدر نقدمه هي هاي الغيره شال علول على الكراسي قاعدين شنو ذنب شاب لعد خريج سادس وحلم يفوت كليه حلم يفوت كليه تعال تعال هاي ب3000 انا محمد بشرفك وحق الحسين هاي اشتغل بالدراجة حامل ب3000 للمدينة ودل للمحلات اي يعني هاي يومتك 3000 اخذ لي دربة دربين يومية وهاي شو تسوي فيها؟ ويجون البلدية يوم يمشي الى السوق العالم وين تروح؟ شنو هالبلوى هاي؟ شنو هالبلوى هاي؟ وش تاخذ فيك 3000 كيلو طماطم؟ كيلو طماطم كربيت جاي ب2500 هذا الاسود عمي شنو هالبلوى؟ طماطم ب2500 يلا يا وانت شنو حالك؟ والله حماميه هنا تعودنا بعد. 5 سنين صار لنا، عفنا مدرسه وجينا هنا. مازن اخذ رقمك. شو اسمه؟ قيلان. قيلان مو ما تتواصل. اوكي؟ ايه. والله عفنا المدرسه وجينا هنا نشتغل. عفتوا مدارسكم؟ اي والله. وصلت شلون تعيشون اهلكم؟ اي ما ابوي يعني ميت. اي والله شلون تعيشون اهلكم؟ اي والله شلون؟ كلها حراميه ونشاله وين ما تروح؟ ما تعيش اذا مو هنا ما تعيش حمامي جين جوا سكنان واقف بس هي خريج جوا صعبه خريج
والله محامي شغل حماد بالحسين الشهيد. انا بالحسين الشهيد والله بعد. هسه ما ادري المن نخاطب لكم من اللي يستحي من اللي يستحي ترجع المربع الاول ماكو هذا فقير واقع بهاي الشغله تروح ترجع المربع الاول هي هاي الشغله يعني متين من هاي الكلام متين من هاي الشغله زين هسه بس انتو ايش قد يوميا والله حجيني اي حسب اذا اكو شغل نشتغل اذا ماكو شغل ثلاثة ونرجع الفين ثلاثة ايش تشتري تشتري ملابس والله تشتري سيارتك لا احنا عباك نفس الشباب ايش تسوي احنا الوادي شنو السالفة والله هسه احنا نشتغل غير على مدعالنا تاكيد ما نقدر حتى ما نقدر نشتري ملابس انت حتى زيان ما تلحق يا انا برحمة الوادي بعد بالحسين الشيء بس حتى يموت يرتاح اي والله بهالعمر انتو عمي وتشتاكون اي والله العظيم شنو تدري شلون وين نروح انت يلا يلا هسه وين نروح هاي طاقه هاي شباب كذا طلع طاقه امروا يستغلوها عمي والله العظيم ولكم هاي المصانع افتحها اي والله والله هاي المشاريع الاستثماريه بدل ما جايبين البنجلاديش جيبوا هالشباب هاي شنو انتم من يام اللي العالم قامت تجدي عمي قامت تبوس ديانات على مود اللقمه اي والله صح شوفوا حالهم شباب طالعين من الصبح لليل خريجين على مود 3000 و2000 دينار منو يرفعها تعال عمو تعال صباح الخير صباح الخير هو الخير همين يلا نقول يا الله يا ابو البلد يا ما يخلونا نبيع مي مي يقول لك ممنوع شلون ضابطيها شلون ضابطيها يا ابي ممنوع اوقف هنا يقول لك ممنوع اطلعها هاي رئيس الوزراء سمح بيها هاي رئيس الوزراء العربانه سمح بيها تتجول وصوتوا عليها بمجلس الوزراء وقالوا الباعة المتجولين مو من حق اي شخص يحاسبهم لكن يهتمون بالنظافة نظافة المكان اللي بيه مو تجي جنابك ابو البلدية اللي يمكن لو مكمل لو ما مكمل وما تعرف شنو وما منو بس اهم شي تحصل بجيبك تجي تدوس الاخضر واليابس وعربانة عنده وده يبيع مي يقول لك ممنوع اروح بالمتنبة طوب يقول لك ممنوع لا توقف هنا وين تروح لعد زين ابيع مي زين بالعربانة رجل شنو انت من العراق عمي انت من العراق لا ها عراقي من العراق ايش عندك ايش حصلت من العراق احكي تخاف احكي سولف لي يبي لك الله كل شيء ماكو لا راتب لا هاي المايات بالمايات اكضين وراك زين ما اقول الحمد لله ويقول لك ممنوع لك بيع مي بالعربانة عمين ولحقونا على الحكومة على هاي الحكومة تحكي كل شيء موفر عموه افشل حكومه شفناها ناس عصابات حراميه بس بوق انا اللي قدامه كان خادم 21 سنه ايه؟ بجي الصدام ايه؟ طلعت لا راتب ولا كل شيء تقاعد لا تقاعد ليش؟ ولا غيره ها انا اقول لك ليش لان الجماعه ما عندهم شخصيه ما عندهم قرار يطبقون القرار مال صدام حسين ال 117 اللي عنده 117 يطلع تقاعد اللي ما عنده 117 ما يطلع فهاي الخدمة اللي خدمناها عيني وهذا حق جهاننا راح المن للسلابة هاي الحكومة السلابة وهسه شنو عيشتك؟ هسه عيشتي والله عندي تاكسي مأجرها اشتغل بيها اي قد طلع اليوم؟ انا عمري 54 ولحد الان قاعد ايجار خوش اغاتي مستقبل جهالك شنو عمرك؟ والله ماكو مستقبل المستقبل يم الحرامي خلي يسمعنا الكاظمي يعني لا سامح الله اذا صار بيك انت شيء جهالك شاكلون ذولاك للقبر الهم الله بس المهم هم يبوقون المهم عائلاتهم برا والمليارات والجنط تروح لهم خلي الفقير هنا بالعراق بس والله العظيم والله العظيم احنا العراقيين ما نقدر كل شيء نسوي ليش لان كل هسه الشعب مالتك ثلاث اربع احزاب دوله امن والربع الباقي الفقير ما يقدر يحكي عمي مديوس على ظهره فلا تقول لي الكاظمي ولا تقول لي الحلبوسي ولا تقول لي مشعان ولا تقول لي الخنجر ولا كلها حراميه خلها كلها تسمعني كلها حراميه انا هسه الكاظم اذا يقف قدامي قلت انت حرامي هسه الحلبوسي هذا ابو الدهن الحر اذا يقف قدامي كان يبيع دهن حر قلت انت حرامي المن تحكي عمي هاي الشباب ترى كلها انتهت هاي الشباب لجأت هسه للمخدرات ليش شغل ماكو عمل ماكو مادة ماكو لبس ماكو وين يروح يقول لك اروح خلي اخذ وبعدين خلي مطب نعرج يلزمو يطلع لازم لإرهابي والله ملينا
والله تعبنا. هاي الشباب. والله يا عمي شبابي اشرح لي كل الشباب. هاي الشباب. عمي دا ينتحرون الشباب الله يخليك. دا ينتحرون من الجوع من الضيم من الماكو يجيب لي بنجلاديش بمطعم. يجيب لي بنجلاديش بشركه، يجيب لي بنجلاديش بمصنع. هاي مشاريع البناء المن. كلها بنجلاديش هاي مشاريع. هذا العراقي المن من الله لا يوفقهم، المن هذا العراقي لما انت جايب لي بنجلاديش وصوت التاجر مالنا يقول لك بنجلاديش يعطي 200 دولار عمو. العراقي يريد 600. مو صوت التاجر لك قانوني يطبق بالصوره الصحيحه لعنه الله على التاجر وابو التاجر لعنه وابو عليهم. ابو التاجر لعنه الله عليه لا يطبق القانون عليه يقدر يسوي هيك احنا يقدر يلعب بالاسعار يقدر كيف يشغل بنجلاديش واجنبي وما ادري منين هذا الشارع هذا الشارع مالنا هذا شوف هسه مرورك وغيره وغيره على الفقير بس على الفقير والله يدوسون على ظهره خاش عمي هذا قضاء المحموديه قضاء ترى مو محافظه قضاء اجيب الكياهه البياع الوصفيه الحصوه الحلة الدوانية خوش عيني ما بيها ولا تكتك المحمودية 5800 تكتك المحمودية 5000 الهند والله أتحداك قندهار قندهار أتحداك إذا تفوت بالمحمودية وتمشي على طولك شلون معاكم يا عمي شلونك عمي زفت تعبانين عمي واكو شلون بالعراق هسه الإمام علي يقول المال في الغربة وطن والفقر في الوطن غربة وانتوا افقرتونا انتوا افقرتونا بهذا الوطن خليتونا فقره خليتونا عريانين بهذا وطننا اللي بكتوا خيراته وبكتوا فلوسه وبكتوا مليارات الدولارات من عنده بكتوا النفط وبكتوا ثروات هالبلد وجوعتونا وافقرتوا هالعالم هاي وطيحتوا هالشباب هاي حتى تروح من عندك أمرتونا عمي اشرب عمي اشرب اشرب رايح روحك مو بقلوبنا نار اي والله بقلوبنا نار عليكم انتو عمي انتو حرامية ونشالة دمرتونا ودمرتوا هالبلد عمي هذا كافي عاد سرقات كافي بوك كافي ما شبعتوا من هالمليارات ما شبعتوا من هالدولارات هذا الورق الاخضر اللي بس انتو شايفي او احنا شفنا في الدولار من هالنفط هذا شاف عراقي في الدولار من هالنفط هذا بس انتو متنعمين بهالمليارات بس خلوا هالشعب يعيش عمي هاي جنسيتي وهاي الشهادة زين هاي الجنسية والشهادة أنا متنازل عليهم أنا متنازل عن الجنسية والشهادة وأطلب لجوء لأي دولة بالعالم عمي أناشد منظمات دولية أناشد سفارات أناشد دول أنا متنازل عن الشهادة والجنسية العراقية سفروني خارج العراق لأي حتى لو موزمبيق سفروني بس أريد أخلص من العراق لأن تعبنا من هذا البلد شنو فائدة الجنسية والشهادة وأنا أي حقوق ما عندي بهذا البلد والله عمي حقك أنا أي حقوق ما عندي بهذا يعني أنتوا عندكم حقوق بالبلد وإحنا الشعب ما لنا حقوق هو النفط المن إلكم لو إنه هم متفضلين متفضلين أدي النفط إلكم إحنا حقوقنا هذا هاي خياراتنا هاي خياراتنا اللي حرمتونا منها 18 سنة عمي أنا متنازل على الجنسية والشهادة العراقية لأن أنا كل شيء ما شفت من هذا البلد بس الضيم والجوع والفقر شفنا كل شيء ما شفنا من وراكم بس انتم متنعمين بالخيرات عمي انا شد اريد اروح لاي دوله بالعالم تعرض حقوق تفتح حقوق هسه ذول الغرب اللي نحكي عليهم كفار تعطون حقوق الناس واحنا وانتم ولايتكم علي بن ابي طالب وتتخذون بالحسين ماكلين حقوقنا ونهبتونا وسلبتونا على مدى 18 سنه يعني لا حصه تموينيه لا صحه لا مستشفيات لا مدارس لا طرق لا كلها بكتوها هاي الموازنات من 2003 لحد الان بكتوها هاي المليارات مال الموازنات بكتوها روح ابوك خلي النصب 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 اللي بساحه الوثبه النصب مال فرابي مو صحيح ايه وقفت يمه قريت قطعه مكتوب برعايه السيد امين بغداد على السيد المعمار على معن وفوق اتوقع يمكن بتوجيه دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عمي هو نصب هو نصب حاطين لكم قطعة هالكبرها وذاكرين اساميكم عليه هو نصب لعد لو بانين بغداد كان سويتوا كان تحطون صوركم بدال الشمس كان سويتوا لو بانين بغداد باكملها استاذ ياسر قول مو هيك هو نصب قولهم لو المتنبي هسه موجود لو الرصافي موجود لو ابن خلدون هسه موجود والشعراء كان شي يطلعون عليكم من اشعار شي يطلعون عليكم من اشعار شي يطلعون عليكم هسه من اشعار مو انتم خزيتونا وخزيتوا هالعالم باع الشباب هسه هاي ولدكم نفسهم
ولدكم انتو نفس هذول الشباب خطيه اللي طالع على الالف والالفين. شبابكم هسه ولدكم وين؟ متونسين برا عمي، متنعمين بخيرات هالفلوس هاي المليارات اللي باقوها، ولد المسؤولين وانتو المسؤولين ونسوانكم كلهم متنعمين بهالفلوس. الله لا يعطيكم، الله يطلعها بيكم وبعوائلكم وبأعراضكم مثل ما دمرتوا هالبلد وبكتون وهبتوا، الله يطلعها بيكم بالحسين وبعلي بجاه علي والحسين يطلعها بيكم وبعوائلكم. والله العظيم اكبر ظالمين على وجه الكره الارضيه هو انتم، اكبر ظالمين وفاسدين وحراميه. ما بيكم واحد شريف هذا اذا هالناس هاي الفقره. لكم رجال 80 سنه يبيع مي، لو 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 طال لو موظف، لو 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 خريج، لو خريج، لو وين شايفين احنا من ام الخبزه هسه؟ أيوة. والله حسين صار لي 10 سنين ما شايف دولار. الله وكيلك، ما لازمه بيدي، ما لازمه بيصور عمي. هاي خيراتنا باعوها، باعوا الفلوس هاي، وين بدها تروح هاي الفلوس؟ مو بكتونه، والله بكتونه، باعوا المليار، باعوا البنك المركزي، ترستوه على حساب الفقرة، باعوا البنك المركزي. هذا بس لكم، هذا لازم مال الشعب، هذا البنك المركزي عمي، مو مالكم. هذا مالتنا، مال هاي الناس الفقرة اللي بكتوها، هاي المليارات اللي بكتوها مالتنا. ارتاح ارتاح، هاي فلوس النفط مالتنا. ارتاح شوي، ارتاح. ارجع واقول لك ما اتشرف بهاي الجنسية والشهادة العراقية، والله العظيم. يا الله، زين انا ايش مستفاد من هسه؟ انا ايش مستفاد هسه؟ اروح لاي دائرة انهان بيها، اروح لاي مؤسسة انهان بيها، اروح لاي مكان انهان بيها، ايش مستفاد انا؟ هاي تاج على راسكم الجنسية العراقية، بس انتوا اعطيتوا حق هاي الجنسية العراقية، اعطيتوا حقها، وفيتوا حق الجنسية والشهادة العراقية. تروح طلع شهادة، تروح هسه للشهادة الجنسية طلع شهادة، يلا شوف شو يسوون بيك على ما يعطوك شهادة جنسية. يا بيجي اللي تسابع جد من عندك يا بابا، وش والاخير شو استفاد؟ ورقة، هاي ورقة، هي ورقة. والله العظيم الله لا يعطيكم مثل ما دمرتوا هالشباب هاي وهالعالم هاي وهالرواتب المليارات اللي انتم بدكم تاخذوها من 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 قوتنا، من 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 عندنا بدكم تاخذوها بالحس، من جلدنا بدكم تاخذوها. حصة تموينية صار ماكو 6 شهور بشرفك. تعال كل الوزير التجارة، خليك خليك هسه. تعال اسمع 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 بعد الضيم استاذي العزيز. اي عم عليكم. ايه تعال عمو انت والحجية تعالوا. ايه انا مطوع بذاك الجيش، ايه بجيش العراق السابق، مسجون ويا عدنان درجال بالرضوانية، ايه ويا ايوب اديشو ومي ضمير بال 92. ايه. حكمتني محكمة الثورة قطع صوان الاذن. ايه. وطالع بالعفو مال 22/7. ايه. وناطي متخلف، ناطي متخلف محكوم 5 شهور. ومطرود من الحرس على وحدات الجيش، اعطوني بس هذا خط الخدمه. مطوع ماكو اوليات، وانا مطوع من ال 91 ال 2003 هذا باعه اعطوني اياه. يقول وهسه ماكو كل شيء، لا حضرت برجيلها ولا اخذ شيء علي. اقوى محكمه بالعراق حكمتني محكمه الثوره قبال حيدر دبل. استاذي العزيز، استاذي العزيز، اقوى محكمه بالعراق حكمتني محكمه الثوره قبال حيدر دبل. زين حاكمتني بقص الاذين ومسجون بالرضوانيه ويا عدنان درجال. لا طلعت بالعفو مال 22/7. ويا عدنان درجال وايوب وامير. انطوني بس هذا عمي، حتى اعطوني هسه نساخ ما تكلفوا. اي طبعا، لا هسه ما متفضلين، لا لا خلاص متفضلين عمي. اثنين عمو كول بالخدمه، هسه هم متفضلين. خلي بالك الله واحد يدش علينا يطلع لنا الاوليات، يطلع لنا شيء على نور حشين. لا هسه هم متفضلين عليك. ما اعطوني هسه استنساخ، استنساخ اعطوني اياه. خلاص اربع احكام برات عينكم. اسمع الكاظمي مبارك، اربع احكام وهسه هم جو السياسيين اللي اشاره مضاربين. اربع احكام، 5 شهور وقص اذن ومسجون بالرضوانيه ويا عدنان درجال وايوب وامير. وخلي تدش عليه عدنان درجال، زين بسنه ال 92 باللعبه مال عمان، وطلعها عدي الساعه 11 بالليل. خلي اسمع عدنان من الرضوانيه، هاي انا واحد من الاف. الله يكون هذا باعه. وصل عمي، وصلت وصلت. يلا يلا قول عمو تفضل. يا بشي قول، انا هسه قاعد. ايه لا شغل لا عمل، لا شغل ولا عمل. ايه شلون عايش؟ قاعد انت وولدي معايشيني. ايه وقاعد بالجلطه ومريض ورعاية اجتماعية ما يشدوني. وهذا حالي. عندك بيت؟ عندك بيت؟ اجار. اجار. بيت تلفزيون؟ لا لا ابو حبوك، خل اسولف لك الشروط. يدي اكو واحد ما عنده. خل اسولف لك الشروط مال وزارة العمل والشؤون. يعني جاوبني. يعني شلون؟ بيت تلفزيون؟ جاوبني. بيت تلفزيون؟ بيت تلفزيون. عندك بنكه؟ كلها في. ثلاجة؟ ايه. ما ينطوني. تسمعني مبردة بيه؟ ايه. صوبة؟ صوبة كهربائية. زين نعمة. قنفة اكو؟
كروي تاكو عمي ما يطوك ما يطوك عمي يعني شلون يعني شلون الف رحمه قلبك يعني شردون عندك شنو يعني مشردون البيت في دول قلبك يعني شنو عندك مانكي لا عاد وين نضل بالحار هذا حط لنا بصريفه وتعال قول له انت ما تستحون انت يعني مو عيب عليكم كفيلكم والحسين مهزله والحسين مهزله عيب عليكم عم كفونه صار لكم 18 سنه ما تستحون مو عيب عليكم وكم والله كارثه كفيكم العباس شنو شغلك تعال بروح ابوك شنو شغلك حمار شو اسمه والله عمي دمعتك غالي خله حاكيك تعال 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 عمي تعال 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 والله دمعتك غالي بالله الكريم دمعتك غالي تعال يمي بس تعال تعال شنو حالك شنو حالك شنو من رزقك شنو يوميتك شنو سولف لعمي خلي يشوفون خلي يشوفون العالم ايش يصير بالعراق طي مي طي مي وين مازن وين جيب المي يمك هذا البطل جيب طي مي عمي طي هاك اشرب مي انت تاكل لقمة حلال اشرب من ذولا اشرب مي والله انت اشرب منهم انت لقمتك حلال ذولا ولد حرام عليش تبكي على ذولا ناس ولد حرام ما يخافون عمي عمي ناس ولد حرام ما يخافون الله احنا هسه عايشين بالعراق وهي اكبر مافيا بالعالم داويها مو داويها هاي عصابه احنا هاي العراقيين كلياتنا عايشين وهي اكبر مافيا بالعالم احنا هسه برلماننا اكبر مافيا بالعالم مو بالعراق ايه بالعالم اكبر مافيا احنا زين تطلع تتظاهر تنقتل تقعد ببيتك يقتلك الجوع قاضيها بالحماله والله كريم شو تسوي تنخطف تنكتب تتهدد قاضيها بالحماله والله كريم احنا ناكل حلال جلدنا حلال هم ولد حرام خلي ياكلون الحرام هسه هم حتى الحلال استغفرك ربي هم ما هسه حتى حلال ما يخلوك مرات يجون هنا بالشفل يكرفون حمل العالم وتروح تطلع ب 500 بمليون حتى لقمه الحلال لا احكيك عليها زين هاي كلها حمام كل هاي العالم حمامين تعال فد يوم للشقه فد يوم انا اصور لك تعال هنا البارحه اجى الشفل كرف حمل العالم كله اي والله بتلاقى زين ساعه بتلاقى العالم وين تروح هم حمال وهم لاحقينه اسدت بوقون بوق الله وياكم عفونا ناكل لقمه حلال البارحه الشفل كرف حمل العالم كله هنا بس قول لي من المرتاح شو لال عنده ولا ما عنده بس على الفقير مو بس على الفقير ما من المرتاح هاي داوتك شوفها داير ما داير كفيلك الحسين بس على الفقير انا رجال من العماره مو من انا ما حد مرتاح اجيت اخذ غراب بس هم بس على الفقير عليك وعلي وعلى كلهم هيك ناس ما تستحق كفيلك الحسين هاي لقمتنا الاحزاب يلا قول يا الله قول يا الله الله كفيلك يا الله هاي قول يا الله تحتاج شيء في دول قلبك ذمه برقبتك دول قلبك امانه الله اللي تشوفها كلها حتى لو تضحك هاي العالم حتى لو تضحك تضحك من قهرها تضحك من ضيمها شر البليه ما يضحك لان تعايشنا بعد هسه احنا كورونا مو تعايشنا وياه وقمنا نطلع نشتغل هاي الحراميه هم تعايشنا وياهم بعد اي هم تعايشنا وياهم يعني مو لهالدرجه هسه مو لهالدرجه وبعد وبعد لان احنا ساكتين احنا ساكتين احنا تطلع حتى لو تنقتل تطلع ما حد يوقف بظهرك تروح تتظاهر راحت شباب التحرير وراحت شباب النسا والله النسا بالاحرار نسوهم راحوا نسوهم نسوهم راحوا احنا الشباب هاي احنا دماغ طاهره والله احنا الشعب الشعب ما اخذنا عبره من صفا البارحه السوق غير احنا الشعب ما اخذنا عبره من صفا احنا لو ماخذين عبره من صفا كان صار براسنا خير صفا السراي راح من 2011 الظاهر وما حد وقف بظهره لذلك احنا همينا من الظاهر ما حد يوقف بظهرنا همينا نروح وبس نعلي صوتنا ننقتل فاذا نتعايش ويا هاي المافيا والله كريم الله يكون معكم الله كريم الحمد لله سالفه الدولار البارحه السوق كله قاعد صعد الدولار صعد الدولار نزل الدولار وتباوي وتباوي وشيل هالمهزله وروح والدك تباوى على شورجي غير تباوى عليه العالم كله دايخه هسه غير والله العظيم غير تباوى على الشغل نحكي يا جماعه تباوى شو تباوى على شيء العالم تريد تشتغل شغل ما عشان النفط صعد اليوم 95 برميل انا ما يهمني بالنفط اريد اوكل لقمه لي عيش على ما اريد النفط ما النفط يشربني خلي العالم العالم خلي العالم تاكل لقمه حلال احنا ما نريد شيء منهم بس نريد العيشه عم لو تطلع 20 25 خير من الله امن بالحسين شغل ماكو واكل العالم ترى كل حمامي لك ثريه ربعنا شغل ماكو بس خلي بكرون بالبقير
قلنا لهم تعيين ما سووا، ردنا رعاية اجتماعية ما سووا، ردنا اي شيء ما سووا. ما يفكر بالجوع، ارحم ابوه، هذا وقتنا الشمعان ما يفكر بالجوع. هسه انت ونرجع عدار نفسه صعد الدولار نزل الدولار. سادي سادي اما الشعب ليش يتبع يعمايم؟ هسه يعمايم هي راسي الاحزاب، الاحزاب شلون جتي يا مو يعمايم؟ شلون مثلا جت من السماء ونزلت جو هي احزاب شلون جت العمايم هي تسندنا هاي تشتي ابو عمامه ابو عمامه عنده بيوت بلندن بعمان اشي طقي ينهزم وانت هنا تعيش بالضيف وانت عندك هنا تحمال او تنقواط او هذا هاي عمايم فساد فساد جونا من ايران الله عمي الله يساعدكم قول عمي قول عمي شبعان بهالوقت سادي شبعان بهالوقت ما يفكر بالجوعان هذا الشبعان هسه اليوم اذا شبعان ما يفكر بالجوعان ما يفكر بصديق جوعان مو صح خلك البطل زيت بطل زيت ب 3000 قبل اخذها ب 1000 ونص صارت ب 3000 العجي يسوي لي هيك عباد يقول لي اعطني الفلوس مال مي لا صارت ب 3000 كيلو طماطه كنت تاخذها ب 1000 ها هسه ب 2000 دينار زين يعني اي شيء غالي وبالاخير ابيع ماي شو يقولوا لي اطلعها وطلعها هاي امانه بغداد شن بيع لك صار خمس ايام صار خمس ايام ما مستفتحين خمس ايام والله العظيم خمس ايام ما مستفتحين بعد ايجار ايجار 650 الف انا عمي حمال انا ناشي عزل عمي كفيلك العباس وفاضل حتى العمال عوفه والله لا هسه الدوله حتوزع لك انا من انا من نحكيش لا لا انا انا من نحكيش لا قاعد اجدي منك ولا اجدي منهم شكوى لله شكوى لله شكوى غير لله مذله مو صح بطل زيت ب 3000 تم هسه مو موازنه وحصه صار سنتين اكو حصه بس دقيقه بروح ابوك صار حصل من النفط راح وينكو سوا وينكو صار سنتين من اللي انا تفاجئت يعني تفاجئت يا عمي والله انا خالي صدقيت ما انا صدقت وينكو عمي وينكو يا نفط هاي بدوله البطيخ هاي بالبطيخ هم مصر هم 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 ما لطوا لو نحصل لنا شيف لو ما نحصل ابو روح ابوك هاي بالحلم عالم انت فد يوم وزعين ما النفور ابد بس هسه هسه يعني اقول لك صدقت علي كان برميل النفور ابن عمي كان برميل النفط ب 40 دولار ايش قالوا؟ قالوا النفط مال الشعب مال الشعب المن للشعب زين ماشي هسه برميل مال الشعب المن للشعب لا دوتنا مجال لا 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 للشعب لا لا عمي مال الشعب المن الحكومه مال الشعب المين للحكومة مال الشعب المين للحكومة عمي مال الشعب المين للأحزاب تقول لي مال الشعب بس اسمع اسمع حكايتهم يابا يابا لا والله اسمع حكايتهم مال الشعب للشعب هسه برميل النفط ب 95 دولار ويصدر العراق يوميا 4 ملايين برميل تحسب لي اياها بالله على 95 ايش قد يوميا وايش قد بالشهر من الله لا يوفق عساها بحظهم اي والله اي والله اي عمو تفضل الى معالي رئيس معالي وزير المالية إيه؟ بس أريد أقول لك أنت كنت حلاق أنا أقول أنت حلاق لأن يومية قاصر من راتب شوية بالله عليك تعيش ب 350 وعندك نسوان اثنين وإيجار بس أريد أقول لك هاي بالله لا. عليك إذا لا. عندك حظ وبخت ما يعيش ما راتب 350 وعندي نسوان اثنين ومأجر إيجار ومولدة وأنترنت بس أريد أقول لك بحظك إذا عندك حظ وبخت تعيش ب 300 لا زين إذا الربطة مالتك ب 300 دولار حذاء مالك ب 12 ورقة وأنا عايش عائلتين وبرقبتي أمي حالات خاصة وب 350 دولار زين خافوا من الله شوية إذا تخافون ولا أنت ما تخافون من الله تخافون بس من دول الجوار زين مو يوم يا قاسم كامش مقصك يوم يا قاسم من راتب عيب كافي عاد دمرتني اي انت ايش تشتغل بروح ابوك انا تاكسي والله تاكسي اي والله عندي ست بنات يا عمي انت ايش قد يوميتك اخي يوم والله 100 200 لا لا 200 200 اي زين داينني 50 صار تعال عمي بلوى شغل بلية ما يضحك هذا حالنا وهذا واقعنا ونأمل بأنه يتغير الحال وهاي نرفع عيدنا لله ونقول إن شاء الله القادم أفضل بعد أخوك اللي يموتون كلهم كي موتون والله لو يكبسنون لو يموتون واحدة من اثنين انت شو تقول والله اثنين ما يصير بعد هو خليها على الله اي خليها على الله خليها على الله احشايه احشايه اخيره خلك ذاك اليوم فات امين بغداد التويتشي ايه؟ قلت اخاف احكي عليه والله يسوي لي اخاف يمين يرفع عليه دعوه وين وانا بدينا وسط ساحه الرصافي كان معكم الرشيد والناس انتظرونا ان شاء الله غدا بحلقه جديده في امان الله استاذ ياسر